شاعر غير معروف لأنه تم طباعة ديوانه بعد وفاته. اسمحوا لي أعرفه بوالده، هو ابن الشاعر أنور العطار، الشاعر هشام العطار، شاعر الحب والطبيعة. بالنسبة له فلسفته عن الوجود بيشوف أنه المحبة بالنسبة كيف مثلا، خلينا لنقرب وجهة النظر أكثر، نزار قباني سبب وجود الوجود هي المرأة، هشام العطار سبب وجود الإنسان الرجل الحقيقي، يعني الرجل الحقيقي هو سبب الوجود. هذا الرجل الذي ينشر المحبة والمشاعر الإنسانية، وبرأيه أن الذكور هم طغاة لا هدف لوجودهم، يعني حتى يكون في هدف أو يتحقق الوجود يجب أن يكون رجل حقيقي. أعطي شو بيقول؟ لو كان يكتم حزنه العصفور أو كان يخفي ما تقول سطور، لمح من الأوراق درسا مؤلما عنوانه إن الطغاة ذكور. هذا لعمري ليس منهج طائر سكب الدموع وقلبه مشطور، يشدو فتهتز الغصون لشدوه طربا يصفق والنسيم عطور، تتأنق الأزهار في دوحاته سحرا يرف ودمعه مكسور، ألحانه السكرى على أغصانه تسبي النفوس وشدوها مسحور. جاء الربيع السمح أستاذ الورى، جاء الربيع السمح أستاذ الورى، ومحى بلطف ما هجى العصفور، وسمعته يتلو بأنسام الهوى إن الحياة محبة وشعور.